اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم كفتة على الغاز مش بالفرن. هلا الوضع انه ما في عنا كهرباء، هلا عملهم على الغاز. انا عندي هون نص كيلو كفتة غنم، عاملهم بهيدا الشكل، وانا حاطة شوية زيت نباتي بكعب الصينية، بغطسها بهذا الشكل هيك وبصفها هيك. بتخلص الكمية الموجودة معي. تشكيل سفرة، وهلا انا عندي هون بصل 10 رحم بهذا الشكل، عندي راس بندورة كمان ححطه فوقهم. عندي حبة فليفلة، هلا مرشلهم رشة بهار حلو وملح، ونحطهم على النار. هيك ولا أهون من هيك، أكلة سريعة وهينة وطيبة كتير. هلا هحطها على النار لتستوي على مهلها وبخفف النار عليها. هلا مثل ما شفتوا حطيتهم على النار هلا قبل الفطور منشان يكونوا جاهزين معنا وما نسخنهم. هلا بنقلبهم، نتركهم ليستوي. هلا مثل ما شفتوا ولا اهون من هيك صينية كفتة مع البندورة والبصل والفليفلة. والف صحة وهنا، ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.